طيب صفحة رقم 3 نشوف فوق اكتب برنامج بلغة باسكال لحساب مساحة المربع، وان المساحة الضلع الاثنين عبارة عن شنو؟ عن ريال مثلا. اذا كان المساحة الضلع ريال النتيجة هذا شنو؟ ريال. طيب نبدأ نكتب البرنامج، راح نكتب بكلمة بروجرام سميها اسم سكوير مثلا اس كيو يو اي اسم. لو ما دعنا نعمل انبوت او اوتبوت يمكن عادي نعمل شنو خاصة لما نقول فار. طيب عندنا المتغيرات اللي هي البار، عندنا شنو الاريا المساحة فاصلة ومعاها نصف القطر، او مش نصف القطر اللي هو الضلع. المتغير بعمل نقطتين فوق بعض قلنا عبارة عن شنو ريال. طيب عندنا طوال البرنامج نبدأ نكتبه بجين رايت لاين، هذه فيها غلط دبليو اي دي اي ال ام رايت لاين. بليس انتر سكوير سايد، نختصر هنا نقول له انتر ايه فقط زي ما قلنا قبل. نقول له شنو ريد لاين ايه طريقتي. انا بكتب كده بقوم افتح الغواص واقفله، بعمل الفاصل المنقوطة بجي ارجع تاني رجع السهم بالمؤشر ده لشنو عشان اكتب ال ايه عشان ما اغلط. طيب هنا عندنا ايه بتساوي ايه نقطتين بتساوي، قلنا على ده تساوي شنو عبارة عن نقطتين وعا تساوي ايه في ايه ايه ستار ايه فاصلة منقوطة. هنا اقول له شنو رايت لاين رايت لاين، نعمل التنصيص نرجع نعمل التنصيص نيجي نكتب الجملة رايت لاين ذا اريا equal the area equal، قلنا بعد ال equal نعمل علامة فضلة تانية ليه عشان بعدين النتيجة ما تتلصق مع مع القيمة. بعد التنصيص في فاصلة عادية تاني نخش شنو ال a، هنا بعدين بدي قيمتها قيمة ال a هي اقول ليش شنو read line يعمل شنو end نقطة. طيب يعمل لك كومبايل، لو صحيح بيقول لي اوكي، لو فيه خطأ بيقول لي فيه خطأ. هسه قال لي فيه خطأ، قال لي ال A duplicate identifier. طيب هنا نشوف الخطأ وين var A وال A. هنا ال A capital وال A small الاثنين بيعتبرهم حاجة واحدة. طيب هنا معناه نحن قبيل لازم شنو نغير ال A دي بحاجة تانية، غير مثلا نسميها R. لو لاحظتوا العملي بوريك كيف بوريك. طيب لازم نغير الشكل يا عم، بوريك الأخطاء وين، ما زي النظري ار هنا حنبقيها شنو ار هنا ار. طيب كده اتوقع يشتغل طوالي لانه الاي السمول والكابيتال عند الباسكال هي نفس الشيء، شايف كده البرنامج صحيح. طيب نيجي نطبقه نعمل له رن، شايف قال لك شنو انتر ار وطلع ار بخمسة، قال لك الاري هي 2.5 اي 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 لغاية شنو 0.1، يعني هو ضرب 5 في 5 ب25 لقى 2.5 مضروبة في سالب 1، 10 أس سالب 1. أما باسكال بيجيبها لك بالطريقة دي. طيب بعد ده بسيب البرنامج ده عادي، نعمل ملي سيف اس، تحفظ بسيف اس ما تحفظ بسيف ثاني. سيف اس سميه سكوير اس كيو ار اي اسم بس كده اي ار اي سكوير اريا مثلا كده. سيفت البرنامج بعد، يمكن تاني اشتغل البرنامج اللي بعده، اعمل نيو واشتغل البرنامج اللي بعده.